أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من إناء مختار وكالمعتاد معنا حر الأسيس أشرف بشاي أهلاً وسهلاً بك أهلاً بحضرتك يا دكتور أه ما زلنا بنتكلم عن خدمات وإرساليات وكرازات وشخصيات رائعة من الكتاب المقدس أه قليل جداً الشخصيات اللي تعلمنا منهم إزاي نحن يكون لنا رسالة زي شخصية لوط أه لكن النهاردة بنتكلم عن شخصية محببة جداً جداً لقلب حر الأسيس وإحنا يعني كأننا سنرتجل في الحديث عن هذه الشخصية لاني كل مره بفكر فيها بتاسر قلبي وان كانت شخصيه فريده جدا وارساليه فريده جدا بمعنى ليس لها نظير ليس لها نظير على الارض ليس لرسالتها وحملها للرساله نظيرا فمش هتحدث ثانية لكن نقدر ناخذ منها عبر وتعاليم رائعه جدا الشخصية دي هي شخصية المحببة جدا لي كلية القديسة المطوابة العذراء مريم <applause> آه ومعظم القراءات اللي هنقراها النهارده هتكون من لقى واحد واثنين ويمكن من متى واحد. آه وهنشوف ازاي القديسه العذراء مريم دي في الرساله الرائعه التي ليس لها نظير انها تحمل في احشائها وتستقبل لتعطي لتكون الام للرب يسوع المسيح له كل المجد آه عمانوئيل الله معنا الابن الازلي الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجدا ومجدا كما لوحيد من الآب الروعة في هذه الشخصية والحوارات اللي دارت بينها وبين الملاك وبينها وبين أليصابات الترنيمة الرائعة اللي طالما بسمعك أوقات كتير تردد هذه الترنيمة هنقراها ونشوف ايه الحاجات اللي نقدر نطلع منها ونتعلمها من هذه الشخصية المحبوبة جداً القديسة العذراء مريم. احب حضرتك تكلمني شويه عن بعض الظروف الاجتماعيه والسياسيه والروحيه اللي كانت موجوده فيها آه هذه الانسانه. خليني اضيف كمان بعض الظروف الدينيه. تمام. مش بس الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه لكن في العصر الذي عاشت فيه السيده العذراء القديسه المطوابه مريم كان الوحي قد انقطع تقريبا لمده أربعمائة عام من وقت ملاخي تمام. النبي الاخير اللي جه واتكتب سفر باسمه كاخر اسفار العهد القديم حتى حدوث هذه الاحداث التي وردت في متى واحد واثنين وفي لوقا واحد واثنين ومجيء الملاك إلى أليصابات ليبشرها بيوحنا المعمدان ومجيء الملاك إلى السيدة العذراء القديسة مريم ليبشرها بأن مخلص العالم سوف يأتي عن طريقها مه. وسوف تحمل بلا بشر بلا زرع بشر سوف تحمل كعذراء بدون لقاء مع رجل وهي استغربت جدا وقالت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ مه. والحقيقة وجه الغرابة إنه ده حدث زي ما بيقولوا كده شاذ بيولوجيا يعني لم يحدث ولن يحدث لن يتكرر في تمام التاريخ تمام مره اخرى وكانت اجابه الملاك عليها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني بكيفيه لا نعرفها تمام بطريقه تخلو من المنطق الانساني بطريقه تفوق كل علوم البشر وبدون ان تلتقي مريم برجل بدون ان تتزوج جاء منها المسيح وهي العذراء الطاهرة حتى يكون دخوله إلى العالم دخولا مميزا. صحيح. وده أحد الأدلة الكبيرة اللي بنقول عليها، لو أن الله أتى إلى العالم كيف كان كيف سيكون دخوله إلى هذا العالم؟ سيكون دخوله بطريقة مميزة، وهذا هو بالضبط ما حدث تماما من خلال ميلاده من عزراء تمام. آه الظروف اللي كانت حاصلة فيها من 2000 سنة كان آه اغسطس قيصر هو القيصر روما اللي محتل معظم بلاد العالم انذاك والطرق اللي كانت بتتوسع فيها الدوله الرومانيه. القديسه كانت عايشه في بلد صغيره اسمها الناصره كانت بتحكم من هيرودس اعتقد تمام. كان هو ملك اليهوديه كان كيرينيوس واليس سوريا والحاجات دي مهمه بالنسبه لي بحيث ان ايمان المسيحي يعني يعني مثبت في تاريخ البشر بالضبط ليس من خرافات مصنعة وليس من شخصيات موهومة وليست أشياء كذا يعني واحد يسألك سؤال تجاوبه وخلصنا على كده لكن يعني حق تاريخي يشهد له تاريخ مش بس الكتب المقدسة لكن حتى الكتب المعاصرة للكتب المقدسة غير المستشهد بها صحيح. بالزبط. دي حقيقة يعني تكاد تملأ العهد الجديد صحيح. انه في مرات كثيره او مش في مرات كثيره خلينا نكون منصفين مه. في المرات التي فيها ذكر التاريخ الروحي مقترنا بالتاريخ الدنيوي او التاريخ العالمي صحيح. يعني مه. كانت كل التفاصيل الوارده في الكتاب المقدس تفاصيل صحيحه صحيح يعني نعرف من التاريخ الدنيوي السيكولار التاريخ مه. العالمي مه. نعرف الاسماء التي وردت في العهد الجديد ونعرف ان هم اشخاص حقيقيين مه. وان هم كانوا حكام حقيقيين فلما يجي لوقا أو يجي متى يقول ان حدث كذا في أيام كذا في أيام الامبراطور فلان الفلاني أو في أيام الوالي فلان الفلاني صحيح. وندور في التاريخ أثبت التاريخ بما لا يدع مجالا للشك إن مئة في من هذه المرات هي مرات صحيحة، بكل تأكيد بكل تأكيد ما كانش البشيرين قصدهم إن هم يكونوا مؤرخين تماما. صحيح. هم كانوا بيتكلموا عن خبرات خبرتهم الروحية. صحيح. وخبرات التعامل مع الله وتدخل الله في التاريخ الإنساني. وكيف إنه في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. هم بالأساس بيتكلموا عن الخبرات الروحية. <applause> عن حقائق تاريخيه بيستخلصوا منها حوارات لاهوتيه او يعني مبادئ لاهوتيه عن معاملات الله مع جنسنا البشري <applause> بس المرات اللي اتحط فيها اسماء ولا واسماء قياصرة هي مرات صحيحه لم تتعارض مع 100% بالعمل. بالعمل. تمام 100% ودي حاجه مهمه فرغم ان الكتاب ليس كتاب علوم وليس كتاب طب وليس كتاب تاريخ او جغرافيا الا ان ما ذكر من هذه الحقائق لا يتعارض مع الواقع ومع الحق تمام امين أه نرجع لهذه الشخصيه الرائعه هذا الاناء المختار الاناء ال ال الذي أه حظى بهذه النعمه غير العاديه أه كانت عذراء مخطوبه أه حتى انا شايف ان يعني معظمنا معتقدين انها كانت اقل من 20 سنه ربما كانت 16 17 ما اعرفش التاريخ بيقول ايه دراسه حضرتك في الجامعه بيقول ايه ما فيش شيء واضح يقول قد ايه كان عمرها لكن معظم التكهنات بتقول انها ربما كانت تحت ال انسانه بسيطه، انسانه صغيره، عذراء عايشه حياه الطهاره والقداسه بكل المقاييس الروحيه والاجتماعيه، لكنها في ذات الوقت انسانه مستعده للخضوع لما ينتظر منها في المجتمع مخطوبه لرجل بار اسمه يوسف. فهي عذراء لكنها مخطوبه وراضيه انها تكون معهوده لان تتزوج هذا الرجل البار. انا شايف انها كانت عايشه حياه بسيطه مقدسه وما كنتش ادرك ابدا او اقدر اتصور العمق الروحي اللي في هذه الانسانه البسيطه صغيره السن اللي بلا يعني خبره كبيره في الايام الا لما اتقابلت مع اليصابات والردود الرائعه والاغنيه الرائعه يا انا عايز كمان اقارن ما بين رد العذراء القديسه مريم على الملاك لما جه بشرها تمام في حاجه غريبه جدا اغرب من من, التوقع ورد زكريا الكاهن لما جه الملاك بشره ببشاره اقل غرابه من بشارته التي قدمها لمريم تمام فزكريا لم يصدق والملاك قال له ها انت تظل صامتا الى اليوم الذي تستقبل فيه ابنك وتسميه يوحنا اما العذراء مريم لما بشرت قالت ليكن لي هذا ليكن لي كهذا كهذا القول ليكن لي كقولك نشوف هنا ايمان العذراء مريم وهي مستعده للطاعه ومستعده للخضوع رغم غرابه الامر الالهي الاتي اليها من فم الملاك ملاك البشاره جبرائيل لكن في سؤالها كيف يكون لهذا لم يكن عدم ايمان كان مجرد سؤالا استفهاميا تمام يعني هي أنا مش عايزة تعرف كيف يمكن ان يتم هذا بالرغم من عدم زواجه كيف يكون لي هذا وانا لم اعرف رجلا؟ سؤال في منتهى البراءه والقداسه. تمام مم. تمام. كمان اقدر اقول ان العذراء مريم كانت بطبيعتها انسانه مصليه ومسبحه. مم. يعني لما تقرا ترنيمتها اللي وردت في انجيل لوقا تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته فهو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس إلى آخر هذه الترنيمة نشوف كيف يعني هضمت هذه الفتاة الصغيرة كل التراث الروحي وكلمة الله الترنيمة دي شبيهة جدا بترنيمة حنة أم صموئيل النبي آخر قضاة بني إسرائيل والنبي العظيم مم. اللي ورد ترنيمة اللي وردت في صموئيل الأول أصحاح اثنين ترنيمة حنة رعب. ونشوف إزاي العزراء كانت قادرة على هضم العهد القديم واستيعابه و وحفظه و و ولما فكرت ترنم خرجت الكلمات تلقائية تمام. من أعماقها لأنها كانت بترنم لهذا الإله الذي صنع عجبا معها ونشوف أنها كانت إنسانة مصلية ما هو الإنسان المسبح المرنم ده يقينا له علاقة وأخذ وعطى وتأمل م. ووجود في الحضرة الإلهية أوقات م. طويلة جدا وإلا لا تخرج هذه الكلمات بهذه الصورة البديعة م -م. والتلقائية لما جت لها البشارة على فم الملاك يا روعة القديسة أنا يعني مشتاق قوي ان احنا لما نبتدي نستخلص صفات هذه القديسه الرائعه من خلال الحوارات اللي فيها بعد ما نعود بعد قليل هناخد فاصل قصير وبعدين نرجع ثاني نتامل ايه الصفات اللي نقدر نستخلصها من هذه الحوارات لهذه القديسه العظيمه. اعزائي المشاهدين نشوفكم بعد قليل بنعمه الراي. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info at tv.com كما يمكنك زياره موقعنا الالكتروني alkarma.tv.com او راسلنا على P.O. بوكس 3610 سيل بيتش كاليفورنيا 90740. اهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في باقي حلقه اناء مختار عن القديسه المطوبه والارساليه الفريده التي لا نظير لها استقبال وحمل رب المجد يسوع المسيح في احشائها لتكون ام لمخلصنا وسيدنا الرب يسوع المسيح له كل المجد حتى الأسيس إحنا يعني الاثنين وإحنا بنرتجل كده بنتكلم عن حياة القديسة وموقفها أحب نستخلص بعض صفات هذا القديس يعني مثلا لما يجي لها الملاك أه ويقول لها وتسأله السؤال اللي إحنا سمعناه يعني كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجلا ويحكي لها إن الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله تقول له هو ذا أنا أمة الرب التواضع قد ايه قد ايه يعني جابت منين الموهبه الرائعه دي؟ وايه التواضع اللي احنا شايفينه؟ هي يقينا تدربت في حياتها على ان تتضع امام الرب. يعني انا مش مصدق اوي انها كانت يعني هي كانت صغيره الايام يقينا لكن انا مش مصدق ان كانت خبرتها الروحيه قليله. صحيح. يعني ده اناء مختار للرب، الرب عينه من منذ الازل علشان تكون هي الانسانه التي تحمل في أحشائها مخلص العالم تحمل الله المتجسد في أحشائها علشان يجي ويصنع ويتمم قصة الخلاص العظيمة المعدة أزلا فلما بتقول هو ذا أنا أمة الرب هذا الاتضاع ده ثمرة تدريب روحي يقينا مرت به عبر سنين الحياة التي أوصلتها إلى هذه النقطة في لقائها مع الملك الحقيقة مش بس متضعه لما بتقول له هو ذا انا امة الرب ليكن لي, لي كقولك كقولك هنا نشوف ازاي كانت هذه الفتاه مطيعه وواثقه وصابره للمشيئه الالهيه ولم تعاند ولم تجادل ولم تسال ما الذي يمكن ان يقول عني اهل القريه عندما يرونني وانا فتاه عزباء يشوفوني وانا حامل وعلى فكره يقينا السيده العذراء مريم كان جزء من ارساليتها مختلط بالالم صحيح. يعني يا ترى كانت بتقول ايه للناس وبتشرح ايه للناس وقت ما بيشوفوا بطنها بتكبر رويدا رويدا وهي حامل مم. في شخص الرب يسوع المسيح يمكن يكون جزء من الكلمات اللي, اللي قالها سمعان الشيخ أه وانت ايضا يجوز في نفسك سيف تمام. ينفع ان الايه دي تطبق على أه الام العذراء وهي تقف امام صليب يسوع ابنها البار مم. وهو يتالم اشد الالام من اجل البشر وينفع كمان ان هذه الكلمات تطبق على السمعه التي ضاعت مم. وعلى نظره الناس اليها وحضرتك مم. عارف يعني ايه مجتمع شرقي وقروي وبنت بلا زواج توجد توجد يعني حاملا في طفل حامله صحيح. طفل مم. يعني ده شيء صعب جدا وطبعا لما بيقول لها وانت يجوز في نفسك سيف يمكن طول السنين التي اعقبت ذلك رغم انه خطيبها القديس يوسف النجار حاول حمايتها واراد انه يعطيها يعطي الصبي اسمه وكان معروف ان الصبي امام الناس هو ابن يسوع ابن ابن يوسف النجار. يوسف النجار لكن اكيد كانت في ناس عارفه القصه فبلا شك الموضوع كان بالنسبة لها متعب ومرهق ومؤلم لكنها كانت خاضعة ولكنها كانت طيعة بين يدي الله كإناء مختار وأيضا كانت محتملة وصابرة للألام وهي تلد ابنها وتعيش معه وصورتها قد تشوهت أمام الناس هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك قد إيه الرب رائع برضه في أنه وكأنه منتظر هذا السماح وكأنه رب المجد اللي 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 خلق القديسه واعد هذا الاناء واعطاها هذه النعمه الرائعه حتى الملك لما قابلها لها سلام لك ايتها المنعم عليها ومع هذا في في جنتله ما في بعدها جنتله وكانه منتظر هذا السماح من هذه القديسه ليكن ليك قولك انا آمين. مستعده امين, آمين. Yeah. فحاجه في منطوعه لكن هي كانت ما فيش شك برضه طائعه ليوسف النجار طبعا لان و و و يعني لان في في المجتمع ده كان مهم خالص ان يوسف يديها حمايه من الناحيه البشريه طبعا طبعا فالله استخدم يوسف النجار لما يبعت له ملاك يظهر له في حلم ولما يوسف كان بيشاور عقله وبيفكر وعمال يفكر يا ترى ايه اللي يخلي خطيبتي المخطوبه واحنا لم نجتمع معا يبدو عليها ملامح الحمل او ربما شاركته بان هي حامل وهو بيشاور في معقول ده ممكن يكون واذا بملاك الرب يظهر له لا تخف يا يوسف ان تاخذ مريم امراتك مهم. لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس أمين. وبسرعه هذا الرجل التقي القديس ياخذ مريم الى خاصته لتصير له زوجه ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر فما شك انها عذروية ما بعدها عذروية وقداسه وطهر في العلاقه اللي كانت بينهم. فشايف ان القديسه العذراء مريم كانت مطيعه لله لكن حتى مطيعه لرجلها لما يجي لما يجي يوسف يقول لها في اكتتاب نروح بيت لحم، لما يقول لها ننزل الى مصر لان الملاك ظهر لي وقال لي ما ترجعش، الحاجات دي كلها بتحسسني يا للروعه يعني شابه قديسه رائعه تحمل في احشاء يا رب المجد. ومع هذا تستطيع ان تكون مطيعه لهذا الرجل يوسف النجار. صحيح yeah. صحيح ولما نقرا بشاره متى يلفت نظرنا جدا دور الاحلام في القصه. Mm -hmm. فالرب ظهر ليوسف في حلم الليل قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب <معنى> الى ارض مصر الصبي في خطر. وظهر لي مره ثانيه في مصر وقال له يعني قوم وخذ الصبي وارجع الى اسرائيل مات جميع الذين كانوا يطلبون نفس الصبي وظهر ملاك الرب للمجوس قال لهم اوعوا أو ترجعوا الى هيرودس هناك خطوره على حياه الطفل فمن اللافت للنظر ان نرى دور الاحلام في القصه ودور الملائكه وهي تحرس الصبي اللي هيكون مخلص العالم بعد سنين 30 سنه من هذا التاريخ تقريبا ومن اللافت للنظر ان نرى طاعة القديسين زي العذراء مريم ويوسف النجار والمجوس الذين اتوا ساجدين الى الطفل يسوع مم. وفتحوا كنوزهم وقدموا ذهبا ولب... ولبانا ومرا. لكن مم. انا لو اذنت لي عايز اضيف حاجه حب. يعني تخص العذراء مريم. طبعا. ان العذراء مريم وهي تدرك تماما انها ام يسوع وهي الاناء المختار الذي كلفه الرب بمهمه رعايه هذا الطفل طفلا ثم صبيا ثم شابا وكانت معاه حتى الصليب حتى نهاية الرحلة رحلة الخلاص والفداء الموت والقيامة هذه المرأة التقية العذراء القديسة مريم لما حصلت معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل تقول للخدم اللي كانوا بيخدموا في هذا العرس عن المسيح مهما قال لكم أن تفعلوه فافعلوه وأنا بحس أن الخمس ست كلمات دول يصح أن يكونوا أعظم وأقصر عظة لكل المؤمنين في كل الدهور صحيح. كأن العذراء مريم بتقول مش أنا لكن هو أنا 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 ما أنا إلا خادمة الرب هو ذا أنا أمة الرب صحيح ده اللي هي قالته عن نفسها وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي هذا الطفل هو بالحقيقة مش بس ابني لكن أيضا مخلصي ولما جات في عرس قانا الجليل قالت مهما قال لكم أن تفعلوه فافعلوه وكأنها بتقول انا زي يوحنا المعمدان كده انا مجرد صوت صارخ في البريه انا بوجه الانظار الى المخلص العظيم يا الى روز. ابني العظيم يا الى الله الذي حملت به في احشائي اللي جاي علشان خاطر يفدي العالم ويخلصه من الشرور والنجاسه نقطه في منتهى الروعه حتى يعني الواحد مش عارف يتعلم ايه ولا ايه من هذا القديس عايز ارجع حضرتك تاني لي لما الملاك ظهر لها وبشرها وادها علامه عن آه قريبتها او نسيبتها اليصابات هو ذا اليصابات آه حامل في شهرها السادس عملت دي اول ما خلص الموضوع شوف حضرتك يقول الكتاب فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعه الى الجبال الى مدينه يهوذا فمكثت مريم عندها نحو ثلاثه اشهر ثم رجعت الى بيتها ايه الروعه دي ما كدبتش خبر نزلت بسرعه هذه الشابه خدت مشوار طويل من ناصره الجليل لغايه اليهوديه عند اورشليم غالبا اللي كان كاهن بيبقى عايش وراحت علشان تخدم نسيبتها ايه ايه الجمال ده هي اناء مختار لكل شيء للقداسه وللحياه التقويه ولحمل جسد ابن الله في احشائها ويقينا اللمحه اللي حضرتك بتقولها دي بتتفق مع السياق العام لشخصيه العذراء القديسه المطوبه مريم يعني هذه الانسانة هذه الفتاة التي صارت اما لمخلصنا المتجسد في احشائها بكل تاكيد هي انسانه فريده بشكل متميز عن كل نساء الارض مش هي اللي قالت هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوب صحيح مش الملاك قال لها بوضوح مباركه انت في النساء ومباركه هي ثمره بطنك صحيح يعني واضح اذا انه كان هناك اعداد خاص تشكيل الهي خاص لهذه الفتاه بهذه الصوره حتى تكون اما لمخلصنا رائع شخصيه رائعه اناء رائع يعني عارف حضرتك لما لما ذهبت على عند اليصابات واليصابات قالت لها من اين لي ان تاتي ام ربي الي لما سمعت صوت سلامها بس ارتقد الجنين يعني ليبت انجوي يعني بفرح في بطني ومع هذا تقول القديس العذراء مريم كلمة في منتهى روعة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قِبل الرب. الإنسانة دي مش بس تواضع مش بس خدمة مش بس يعني كل الصفات الرائعة دي والطاعة، لكنها آمنت أن يتم فيها ما ما قيل لها من قِبل الرب. صحيح. الإيمان ده حاجة رائعة خالص. صحيح صحيح أنا حاسس إن الوقت انتهى فعلا و يعني ايه راي حضرتك لو تختم لنا بصلاه قصيره نقول يا رب علمنا علم كل الخدام والقديسين والافاضل ان احنا ننظر الى نهايه سيرتهم ونتمثل امين بايمان امين تفضل حتى عزيز ربنا نشكرك من كل قلوبنا لاجل النموذج الصالح الذي اعطيته لنا في شخص القديسه العذراء المطوبه مريم نشكرك من اجل الصفات الرائعه التي وضعتها فيها ونشكرك لاجل تدخلك في التاريخ من خلالها نشكرك لاجل اتيانك مخلصا لنفوسنا الخاطئه في احشائها نبارك اسمك من كل قلوبنا لانك علمتنا من خلال الام المباركه العذراء القديسه مريم علمتنا ان نكون مؤمنين بكل ما تقول لنا حتى لو كان خارج التوقعات وخارج ما يؤمن به البشر يا رب بارك صوتك لنا وبارك يا رب الكلمه المقدسه لحياتنا في شفاعه مسيحنا آمين آمين شكرا حضر الأسيس شكرا أعزائي المشاهدين ربي يبارككم وإلى اللقاء